FM. الكلمة ليك. الانترفيو. ونستقبلوا معها ضيفتنا اليوم الأستاذة بشرى بالحاجة حميدة. صباح النور، مرحبا بك. صباح الخير، صباح الخير مستمعين مسامعات، عيدكم مبروك. اما ما لقيت كابوتشينو، لقيت قهوه عربي بنين على الاخر. صح. نبدا قبل كل شيء، بما انك انت محاميه، نحكي عن موضوع الساعه بطبيعه الانتخابات البارح، وكنا قبل شويه اكيد كنت في السماع وفي تحليل مع منظر ثابت وصعود عامر المحرزي في منصب عميد المحامين. الحديث اللي بدا يدور اللي هو نجم نقول الانتخابات صارت نتيجه اتفاق ولا توافق بين حركه النهضه، نداء تونس والتجمع، المحسوبين على التجمع بطبيعة من المحامين. تعليقك على التحليل؟ أول حاجة ساعة نحب نهني سيد العميد ونقول احنا المحامات حتى في أصعب الظروف اللي فماش حتى ديمقراطية في البلاد، كنا ديما انتخابات ديمقراطية مهما كانت النتائج، حتى كانوا مش راضين عليها، لكن انتخابات دائما ديمقراطية وشفافة. المرة هذه مع شوية توافقات، لا ديما توافقات ولا أراه التوافقات ما تتنافيش مع الديمقراطية، فما ذيك ما حاجة عادية. الكلام اللي قاعد يتقال الحق أنا مش مقتنعة به. ساعة أول حاجة نداء تونس بالنسبة لي غايب، وحتى كنت في الحزب كنت ديما نلوم على الحزب هذايا أنه ديما غايب في معناه كل ما هو الحزب هذايا نداء تونس. نسميه ما عندي حتى عقدة مع حزب نداء تونس، عندي متغشة ولا تحبه ما مش دونك ما نعتبروش موجود أصلا. وأكبر دليل فماش ناس مترشحين لا من نداء تونس لا من التقدمية بصفة عامة. يعني حتى المتقدمين من اللي ترشحوا مسمين على التقدمية، بالنسبة لنا ما همش تقدميين، فهو وقف صحيحة اللي تم المحاماة ولا تم المسائل بتاع الديمقراطية في البلاد. دونك سكي سور اللي متأكد أنه ما يسمى ما تبقى من تجمع ولا من تجمعين هاركوا كما يحركوا من قبل، يمكن رجعوا تاهم منظمين خير من اللي بعد الثورة مباشرة، لكن هذوك منظمين. نداء تونس مش موجود، النهضة تخدم على روحها وديما عندها استباق في الأمور هذية، ما نجمش نلوم عليها. أنا بالنسبة لي ما هوش توافق لك بقدر مع النهضة بقدر ما هو أنا راه نتعاد مرشح هذا، رغم اللي برشا الناس كنا نتصوروا، أنا واحدة من الناس معناها ما تصورت معناها ما كنتش ما تصورتش باش يوصل ينجح اي مترشح من الدوره الاولى، ما كانش منتظر تماما. كنا نتصوروا اللعبه معناها صعيبه وسيري بين وخاصه بين زوز مترشحين. دونك باش تعرف اللي المحامين معناها ديما يخلقوا المفاجاه في الانتخابات، خاطر ما حتى حد ما يحكم في حتى حد والحمد لله. مدام بشرى نجمش نقولوا انعكاس اللي هي الانتخابات نتاع المحامين انعكاس المشهد السياسي اللي صار في تونس. نعم، هو انعكاس انه فما حزب قوي وحزب منظم وحزب بيعرف يخدم، وفما قوى ديمقراطيه متشتته وغير قادره اليوم باش تلعب دورها، واذا واصلت ومش تلعب دورها اذا باش توصل على الطريقه هذه. وحتى المترشحين انا كي نقرا في القائمه استغربت، معناها الناس المعروفين معناها بالعمل نتاعهم للمهنه ودفاعهم عن المهنه ونظافه المهنه والناس اللي كانوا محامين يشرفوا، ما لقيت سامحني مش معناها اللي الموجودين معناها محامين برشا محترمين، لكن الرموز ما لقيتهمش في الهيئه حتى بين الشباب. فما اليوم رموز في المحاماه تاع شبان اللي هما فريمون يشرفوا، واحد كي راهم يحس روحه ينتمي الى مهنه قادره باش تكون معناها في مستوى معناها انتظارات المواطن وانتظارات الحريف وانتظارات استقلاليه القضاء، والناس ما ينتظر خاطر جزء من القضاء ومن العداله المحاماه. مع الاسف ماليش ريت محامين معناها فيهم معناها ناس متسايسين برشا فيهم ظاهر من النهضه ولا من التجمع، لكن ماليش الناس اللي هما مهنيين واللي قادرين اليوم في هيئه كما احنا ننتظروا بعد ثورة وبعد كذا انها تنجم تجيب جديد، خاطر نحب ما نحبوش حتى السلاح نحكي توا المحامين يحكيوا على السلاح، ولكن حتى السلاح داخل المهنه ما صارش معناها الدور لعبته الهيئه المتخليه سياسي اكثر منه معناها مهني. معناها بالحق دخلت في التوافقات السياسيه لعبت دور في الحوار الوطني، لكن كمهنه اين السلاح؟ الحقيقه ما صارش. حوارنا متواصل مع الأستاذة بشرى بالحاجة حميدة وبطبيعة عضو مجلس نواب الشعب. استراحة صغيرة مع البيبو وراجعين. الكلمة ليك.